بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا مشاهدينا ومتابعينا في قناتنا خربشات، جبنا لكم فيديو جديد صيد الحمير الوحشية. هنشوف وانت مع بعض إصابة مميتة. شوف 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 شوف، خلاص الحمار ملوش أي فرصة للهرب، يلتف حوالين نفسه، سقط. شوف شوف، بندقية ضخمة. وضع الاستعداد. إصابة مميتة. شوف شوف شوف، خلاص كده الحمار ملوش أي فرصة للهرب. إصابة مميتة. طبعا هذا مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، المشتركش اشترك معانا، ونوعدكم بإذن الله تعالى الجاي هيكون أحلى وأحلى وأحلى بفضل الله. طبعا الحمار الوحش وزنه 250-220 كيلو جرام، وضع الاستعداد. إصابة مميتة. اخترق الرئتين، سقط. إصابة مميتة. في العمود الفقري، كسر العمود الفقري حرفيا. شوف مسافة 250 متر. بياخد فرصته الكاملة في التسديد. سقط. إصابة مميتة. قطع الحمير الوحشية يهرب. شوف شوف شوف، في الصدر. إصابة مميتة. شوف مسافة بعيدة، الحمار شايف الصياد. شوف شوف شوف، تحدي. إصابة مميتة.
الصياد بينتظر. إصابة مميتة، سقط الحمار الوحشي في العمود الفقري. هنا الصيد بالسهم، الصياد بيستهدف الذكر، شد القوس. إصابة مميتة، الحمار الوحشي خلاص بيترنح، يلف حوالين نفسه. ضربة سهم مميتة، الصياد يستمر. إصابة مميتة، بيستهدف القلب والرئتين، الأماكن المميتة. يتعقب الأنبالة، فضلا وليس أمرا ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة، فهذا يدعمنا كثيرا.